السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده اسمه بيك فايندر. أي صور معمولة بالذكاء الصناعي هو بيدور ويجيبها لك. فبدل ما تعمل كرييت للصور الجديدة، تمام، لا أنت تقدر تكتب. هو بيقول لك لو أنت كتبت 5 كلمات عشان تدور على الحاجة اللي أنت عايزها هتطلع حاجة عالية جدا. يعني مثلا تقول له جريت بيراميدز ايجيبت وندور كده، يبدأ يدور في كل الحاجات اللي معمولة بالذكاء الاصطناعي بالشكل دوت. طيب خلينا نقول له مثلا انا بدور على صور خاصة بايجيبت، تمام اهو. يبدأ يدور لك. طيب خلينا نخش بقى على سيتنج. تقدر تقول بقى الموديل اللي انت عايز تدور فيه، النسبة بين الطول والعرض اهوت، يجيب لك بقى كل الصور اللي معمولة بالذكاء الاصطناعي. طيب خلينا مثلا ندور مثلا كلمة تري جرين، يبقى يجيب لك صور أشجار بالشكل ده وهكذا. فهو محرك بحث قوي جدا في الحاجات اللي بالذكاء الاصطناعي.